هنا يؤدي رئيس الدبلوماسية في حكومة تصريف الأعمال مهامه، مهام كلف بها شرب الوهبي وهو مستشار سابق لدى رئيس الجمهورية للشؤون الدبلوماسية، وتدرج في الخارجية لسنوات قبل أن يصبح وزيرها، لكنه لم يحمل من الدبلوماسية ما يسعفه لتحسين علاقات لبنان الخارجية، فهو قال كلاما من شأنه أن يغوص مجددا بالبلاد في أزمة سياسية ودبلوماسية كبرى. تطاول وهبي على من وصفهم متهكما بالدول المحبة للبنان، بلغ به حد القول إنها أرسلت ومولت داعش والتنظيمات المتشددة في لبنان. قمة باللامسؤولية، قمة بالافتراء على دور الدول العربية الخليجية وتحميل مسؤولية أمور لم يعني الكل يعلم بأنها كانت هي ضحية لها، مثلها مثل كل هذا العالم العربي والإسلامي اللي أرادوا البعض أنه يظهروا بمظهر على غير ما هو عليه. رئاسة الجمهورية سرعان ما سعت للنأي عن هذه التصريحات، وقالت في بيان إنه يعبر عن رأي وهبي الشخصي، لكن البيان دافع ضمنيا عن وهبي، بل إنه رأى أن ردود الفعل والحملة على مواقف الوزير بحسب وصفه هي التي تهدف لتخريب العلاقات مع الدول العربية. معروف من أتى بداعش في سوريا، معروف من أتى بداعش إلى نهر البارد، معروف من أمن الخروج الآمن للدواعش بالباصات المكيفة. فبالتالي بالعكس، دول الخليج مولت محاربة داعش. للأسف سياسة هذا العهد تضر بمصالح اللبنانيين. في الأرشيف يصعب العثور على صور للوزير وهبي، وتلك إشارة إلى الدور الذي يطلع به منذ تعيينه بعد استقالة سلفه، لكن العبارات التي أطلقها ستبقى علامة فارقة في سجله المهني لما حمله من مواقف وصفها السياسيون في لبنان بأنها لا تخدم إلا السياسات الجارية التي تقضي على ما تبقى من صورة لبنان. يقول محللون إن فريق رئيس الجمهورية يعكف منذ مدة على دراسة إمكانية فك العزلة عنه، لكن من ضمن هذا يأتي أحد أفراده فجأة ليفاقم عزلة العهد ويخلف انعكاسات خطيرة على علاقات لبنان مع عدد من الدول العربية. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.